مطالبنا كشعب فلسطيني انه ينكسر الحصار عن قطاع غزه، المعابر تفتح 24 ساعه، يعني دائما الواحد يكون في مجال يسافر، البحر يفتح، يصير في دخل في غزه، يصير في شغل، يصير في اعمال، مشاريع بنيه تحتيه، وظائف للشباب اللي قاعده في الشوارع. حنيتها بنتوقف يعني. بدأنا بضرب البلالين الحارقة والمتفجرة والحوامات المفخخة من حدود القطاع نحو غلاف غزة بسبب تملص الاحتلال من التفاهمات التي تم الاتفاق عليها مع الجانب المصري والقطري. نحن الآن لن نتوقف حتى كسر الحصار الكامل عن قطاع غزة، عبارة عن بلالين حارقة محملة بشعل تحرق غلاف غزة، والكل شاهد يعني حجم الدمار الذي اللي صار في غلاف غزة. وفي يعني بلالين بتحمل قنابل متفجرة وأجسام مشبوهة، وفي حوامات بتكون مفخخة. ستنا مستوطنين غلاف غزة، يخلو غلاف غزة، لأنه يعني الساعات القادمة تحمل رعب ومفاجآت لن يتخيلها العدو وقادة العدو. وجهك بالعبد وجهك.